بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. سوف نتناول اليوم مناهج وطرق التعليم للإعاقة السمعية أو الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في ضمن برنامج الدبلومة المهنية في التربية الخاصة التابعة لكلية التربية للطفولة المبكرة بمركز التعليم المفتوح جامعة القاهرة. اليوم سوف نتناول جزئية هامة وهي المكون الأول للمنهج، وهو أهداف منهج الأنشطة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية. في الحقيقة هذه جزئية هامة وينبغي أن نهتم بها، لأن هي الخطوة الأولى لتخطيط منهج الأنشطة. الخطوة الأولى وهي تحديد الأهداف بوضوح، ثم اختيار المحتوى المناسب لتحقيق هذه الأهداف، واستخدام استراتيجيات تدريس وتعلم مناسبة لقدرات وإمكانيات الطفل بما تتضمنه من طرق تعلم وأنشطة تعليمية ووسائل بتؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة في ضوء الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة في مؤسسات التعليمية. التربية بتهدف بالدرجة الأولى لإعداد الطفل إعداد متكامل. هذا الإعداد المتكامل بيتضمن بيهدف بالدرجة الأولى لإعداد الطفل إعدادا متكامل للتفاعل والتكيف مع بيئته ومع مجتمعه. المجتمع المصري والبيئة المصرية لديها مجموعة من السمات بتتميز بيها عن غيرها من المجتمعات، لها فلسفتها ولها طبيعتها. لذلك كل هدف له استراتيجية نهتم بها لتحقيقها. لذلك يجب أن تكون لكل استراتيجية هدف بتعمل على تحقيق الهدف الأساسي ليها. التربية هي وسيلة المجتمع لتحقيق أهدافه، والمنهج هو وسيلة التربية لتحقيق أهدافها. لذا يجب أن يكون أهداف المنهج نابعة من أهداف التربية، وأهداف التربية بتنبثق من أهداف المجتمع. في الحقيقة لو حبينا نبص بالنسبة للأهداف، إحنا عرفنا أن هو المكون الأول للمنهج. لذلك بأهمية تحديد الأهداف التربوية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية بتتضمن المكونات الثلاثة للمنهج الباقية، وهي اختيار المحتوى أو اختيار خبرات التعلم المناسبة للطفل. فرغم أن هو الزيادة الهائلة في المعلومات أصبح بيشكل تحديا كبيرا لوضعي المناهج للأطفال، ازدادت معدلات نمو هذه المعارف بصورة مذهلة لم يسبق لها مثيل في التاريخ البشري. بتتضاعف هذه الكميات، كل كميات المعلومات بشكل دائم وبشكل كبير، جعل التربويين ينطقوا ويختاروا هذه الخبرات التي تناسب الأطفال وفقا لقدرات هؤلاء الأطفال واستعداداتهم وإمكانياتهم وميولهم وكل هذه المتغيرات التي تحدثنا عليها في المحاضرات السابقة. تاني جزئية وهي اختيار أساليب التعلم والأنشطة التربوية التعليمية الملائمة. في ضوء الهدف بيتم اختيار طريقة التعلم، هل هيتم طريقة فردية ولا طريقة جماعية ولا طريقة في مجموعات صغيرة؟ من الذي يحدد الهدف الذي تم وضعه؟ فالأهداف تعتبر حجر الزاوية في العملية التربوية. وضوح الأهداف وتحديدها بيساعد إلى حد كبير في عملية اختيار طريقة التعلم والوسائط التعليمية المناسبة، وكذلك الأنشطة التعليمية المصاحبة. وده بيساعد المعلمة بأن تبتكر المواقف التعليمية التي يتفاعل فيها الأطفال مع الخبرات المقدمة لهم. وعلى ذلك بيصبح من الضروري عند اختيار أوجه النشاط التربوي أنه يثير دوافع الأطفال ويشبع حاجاتهم وميولهم،
وبهذا يتحقق شرط هام في عملية اكتساب الخبرات، وهو إيجابية الطفل ونشاطه. لذا أصبح اختيار الوسيلة المناسبة والنشاط الفعال ضرورة بترتبط في أساسها بعملية تحديد الأهداف. يبقى عرفنا أهمية تحديد الأهداف، بدأنا به اختيار خبرات التعلم المناسبة اللي احنا بنسميه المحتوى. تاني حاجة اختيار أساليب التعلم والأنشطة التعليمية الملائمة اللي هي استراتيجيات التعلم، الطريقة والوسيلة والنشاط. تالت بعد وهو إجراء عملية التقويم على أسس سليمة. فالتقويم هي عملية تشخيصية علاجية، هي عملية تشخيصية علاجية، أي بيتم التعرف على القدرات الحقيقية للأطفال حتى نستطيع ونحدد الأهداف التي تناسب هذا الطفل. وتؤدي إلى هذه عمليات التقويم بتؤدي إلى تحسين عملية التعلم في ضوء هذا التقويم. هل الأهداف مناسبة؟ وهل هي مناسبة لعمليات التقويم؟ لازم تكون مناسبة للهدف الذي تم وضعه، وبيتم في ضوءها تشخيص مواضع القوة والضعف في برامج مؤسسات التربية الخاصة، وفي قدرة الطفل على اكتساب الخبرات المقدمة، وأيضا بيرشد على استخدام الوسيلة المناسبة لقياس التغير في سلوك الطفل. وعملية تحديد الأهداف بيساعد على إجراء التقويم السليم خاصة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية. ماذا يحتاج هذا الطفل من معارف ومهارات واتجاهات بيستخدمها في حياته اليومية. هذا بالنسبة لأهمية تحديد الأهداف التربوية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية. من أين نشتق أو أهداف منهج الأنشطة؟ نجيبها منين؟ ما هي مصادر اشتقاق أهداف منهج الأنشطة؟ أول حاجة من أهداف المجتمع، من احتياجاته، احتياجات هذا المجتمع. لكل مجتمع أهدافه، يبقى مهم جدا إن احنا نتعرف على أهداف هذا المجتمع والتي يسعى إلى تحقيقها من خلال تربية أطفاله بأسلوب وبطريقة معينة. أيضا المجتمع بيتوقع من التربية أنه يوفر لأطفال ليهم المعارف والمهارات والاتجاهات وأساليب التفكير التي تحقق هذه، أي تتحقق هذه الأهداف. وبالتالي دراسة احتياجات المجتمع وفلسفته وتركيبته الاجتماعية، اتجاهات أفراده، نمط الحياة السائد في هذه البيئة، التكنولوجيات المستخدمة فيه، بتعتبر من أحد المصادر الهامة في اشتقاق الأهداف. إذا كانت فلسفة التربية يجب أنها بتتسق مع فلسفة المجتمع، لذلك ينبغي أن بيشترك المعلمين والمعلمات والأباء والأمهات في وضع الأهداف التي تناسب مجتمعهم بما يتبناه من فلسفة ويتناسب مع قدرات وإمكانيات أطفالهم. دي بالنسبة أحد مصادر اشتقاق أهداف منهج الأنشطة، البعد الأول هو أهداف المجتمع واحتياجاته، والبعد الثاني هو طبيعة الطفل وقدراته واستعداداته. لذلك على المعلمة أنها تكون على دراية بقدرات واستعدادات الأطفال عشان تيسر إحداث تعلم ناجح، مستخدمة الطرق والوسائل والأنشطة التي تحقق هذه الأهداف المرجوة من عمليات التعلم. المعلمة لا تحتاج فقط لمعرفة ما ينبغي أن يدرسه الطفل، لكن تحتاج إلى أن تكيف وتوظف التعلم لقدرات واستعدادات واهتمامات وحاجات وميول الأطفال حتى تزيد من دافعية الطفل للتعلم. وتحتاج لمعرفة كيف يتعلم الطفل في ضوء نظريات التعلم المختلفة، ومن العوامل التي تؤثر في اختيار الأهداف متطلبات النمو الشامل والمتكامل للطفل والإمكانات المادية والبشرية المتاحة في هذه الروضة الموجودة في مؤسسات التربية الخاصة. يبقى إذا مصادر اشتقاق أهداف منهج الأنشطة أهداف المجتمع واحتياجاته،
وطبيعة الطفل وقدراته واستعداداته. هل توجد مستويات للأهداف المعرفية؟ بنقول نعم، توجد مستويات للأهداف التربوية، ثلاثة مستويات للأهداف. أول حاجة الغايات، ما نسميه بجولز، وهي أهداف عامة بعيدة المدى، أي بتحتاج فترة زمنية طويلة حتى يمكن تحقيقها. يبقى احنا عرفنا في ثلاث مستويات، المستوى الأول وهو الغايات، وهي أهداف عامة بعيدة المدى تحتاج إلى فترة طويلة حتى يمكن تحقيقها، مثل أهداف المجتمع. تاني نوع من مستويات الأهداف التربوية الأغراض، اللي هي الإيمز، وهي أهداف أقل عمومية من الغايات ومداها أقصر من مدى الغايات، زي أهداف المراحل التعليمية. مثلا نقول أهداف مرحلة رياض الأطفال، يبقى احنا عارفين هذه المرحلة لها أهداف بنسميها أغراض أو إيمز. ثالث مرحلة وهي الأهداف السلوكية، اللي هي البيهيفيرال أوبجيكتيفز، وهي عبارة بتصف بدقة الأداء المتوقع أن يصبح الطفل قادرا على أدائه بعد الانتهاء من دراسة برنامج معين، زي أهداف المنهج، أهداف البرامج التربوية. دي بعد مهم جدا. يبقى دي ثلاث مستويات للأهداف، بدأنا بالجولز، ثم الأغراض لإيمز، ثم بدأنا اتكلمنا على الأهداف السلوكية وهي البيهيفيرال أوبجيكتيفز. بتحدد مستوى الهدف بيتم بدلالة بعدين مهمين جدا، وهو الزمن اللازم لتحقيق الهدف ومدى عمومية الهدف. لذلك اتجه بعض التربويين لوضع مستويات للأهداف متدرجة. نبدأ بهدف المرحلة زي مرحلة رياض الأطفال مثلا، تنقسم إلى أهداف للصفوف زي KG1 KG2، أهداف للوحدات، في داخل KG1 في وحدات زي مثلا فصول السنة، الألوان، أدواتي، ألعابي إلى آخره، ممكن دي وحدات، إلى أن نصل إلى هدف للأنشطة، النشاط الذي يقدم لمدة ربع ساعة أو نص ساعة، هذا له أيضا أهداف. فعشان كده ابتدينا بالمرحلة، أهداف للصفوف، أهداف للوحدات، وأهداف للأنشطة. يبقى دي مستويات الأهداف، غايات، أغراض، أهداف سلوكية. وشفنا مستويات مدرجة تبدأ بأهداف المرحلة، ثم الصفوف، ثم الوحدات، ثم الأنشطة. هل هناك مواصفات للأهداف السلوكية؟ نعم، توجد مواصفات لهذه الأهداف السلوكية. ينبغي أن يكون الهدف محددا بدقة ووضوح، لأن أي غموض في الهدف يعني اختلاف في تفسيره، هنختلف في تفسيره، ومن ثم سوف نختلف في اختيار المحتوى وطريقة تدريسه والخبرات التعليمية التي يمكن أن يكتسبها الطفل. يبقى إذن أول مواصفات الأهداف السلوكية أن يكون محددا بدقة ووضوح. أي اختلاف أو أي غموض في الهدف يبقى احنا هنختلف في تفسيره، هنختلف في اختيار المحتوى، هنختلف في طريقة تدريسه إلى آخره من كل هذه الأشياء. تاني جزئية، أن يكون الهدف يمكن ملاحظته، نلاحظه، يمكن ملاحظة هذا الهدف. أن يكون الهدف يمكن قياسه، قياس أداء الطفل الذي يصفه الفعل السلوكي في الهدف. يبقى هنا يمكن ملاحظته، يعني احنا نلاحظه، نقدر نشوفه بعيننا وهو بيتحقق، أقدر أشوفه بعيني أو أسمعه بودني، يمكن ملاحظته، يبقى بنقدر نشوفه. تاني حاجة، الهدف يمكن قياس أداء الطفل الذي يصفه الفعل السلوكي في الهدف، وذلك يساعد على قياس مدى تعلم الطفل والتغير الذي حدث في سلوكه، ومن ثم مدى تحقق الهدف. يبقى لازم نقدر نقيس به أداء الطفل، يبقى الهدف ده بيقيس لي أداء الطفل.
أن يكون الهدف مناسبا لقدرات وإمكانيات الطفل. يبقى مهم جدا يكون مناسب لقدرات وإمكانيات الطفل. الطفل هو محور العملية التعليمية وعملية التربوية، عشان كده لابد أن احنا نراعي قدرات واستعدادات الأطفال. خامس بعد، أن يتضمن الهدف فعل سلوكي يشير إلى نوعية السلوك ومستواه، يقول لي نوع السلوك ده إيه، في أنهي مستوى، عشان كده هنعمل ونصنف الأهداف إلى أهداف بأنواع مختلفة وهنتحدث عليها بعد شوية. إذن هنا مهم جدا أن يكون هدف محدد بدقة ووضوح يصف أداء الطفل ولا يصف أداء المعلمة. أيضا مهم جدا يمكن ملاحظته، يمكن قياسه، أيضا يكون في فعل سلوكي يشير إلى نوعية السلوك ومستواه. لذلك ابتدينا نحط معايير يجب أن تراعى في أهداف منهج الأنشطة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية. أول حاجة في هذه المعايير اللي المفروض نراعيها في أهداف منهج الأنشطة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية أن تؤدي إلى توظيف المعارف. هنوظف المعارف في الحياة اليومية للطفل وفي بيئة الطفل. مهم جدا هذا التوظيف، لأن عمليات التوظيف بتجعل للأهداف أهمية كبيرة في تكيف الطفل أو التوافق البيئي اللي احنا سميناه environmental adjustment، التوافق البيئي. تاني جزئية أو تاني معيار تؤدي إلى تعديل سلوك الطفل نحو بيئته الطبيعية والاجتماعية. يعني نعدل سلوك الطفل نحو بيئته الطبيعية والاجتماعية. الطبيعية التي خلقها الله، نحو نظافة لا يرمي شيء في النهر، لا يرمي مخلفاته في نهر النيل مثلا. يبقى ده بيعدل سلوك الطفل، الطفل لا يرمي هذا النفايا وبقايا في نهر النيل لكي يلوثه. كيف يتعامل مع بيئته الاجتماعية؟ بيئته الاجتماعية، الناس المحيطين به، المجتمع الذي يعيش فيه، كيف يتعامل بشكل إيجابي وشكل فعال؟ يبقى إذن مهم جدا نعدل سلوك الطفل نحو بيئته الطبيعية والاجتماعية. ثالث جزئية، وهي نؤكد على تنمية المهارات العملية المستخدمة في الحياة اليومية. إيه هي المهارات اللي بيستخدمها الطفل في الحياة اليومية؟ مهم جدا إن احنا ننمي هذه المهارات، ومنها غسل الأسنان مثلا بالفرشاة والمعجون، غسل الأيدي قبل الأكل وبعد الأكل. هذه مهارات عملية مستخدمة في الحياة اليومية، علينا أن ننميها عند الطفل. أيضا علينا أن ننمي العادات الصحية السليمة. كيف ننمي العادات الصحية السليمة لدى الطفل؟ زي العادة، عادة النظافة والنظام، في بعض من هذه العادات الخاصة بالصحة، بالصحة العامة زي النظافة، مهم جدا نهتم به بحيث تتكون لدى الطفل هذه العادات الصحية. غسل الأيدي قبل الأكل وبعد الأكل. أيضا أن تؤدي إلى تنمية العمليات العقلية التي يحتاجها الطفل في حياته اليومية. لابد أن احنا نهتم بتنمية العمليات العقلية، تنمية العمليات العقلية السليمة التي يحتاجها الطفل شيء هام جدا وينبغي أن نهتم به مع الأطفال ذوي الإعاقة السمعية. نكمل هذه المعايير بأن تؤدي إلى تنمية المهارات اللغوية، وهو بعد هام جدا، سواء كانت قراءة أو كتابة أو تحدث أو استماع، وهي المهارات الأربعة الأساسية الضرورية لتفاعل الطفل مع مجتمعه والتعبير عن احتياجاته. أيضا أن تؤدي إلى تنمية المهارات الاجتماعية الضرورية لتفاعل الطفل مع أفراد مجتمعه. إزاي يكون اجتماعي وهذه المهارات الاجتماعية، زي ما هذا الطفل يقول شكرا ومن فضلك،
كل هذه هي مهارات اجتماعية لتفاعل الطفل مع أفراد مجتمعه، وأيضا أن تؤدي إلى تنمية الإدراك الحسي خاصة البصري مع الأطفال الصم أو الطفل ضعيف السمع أو الطفل ذوي الإعاقة السمعية. علينا أن نهتم بهذا الإدراك الحسي باستخدام حاسة البصر وحاسة اللمس، لأن هذه الحواس بيعتمد عليها الطفل اعتماد كبير. أما الأطفال ضعيف السمع فينبغي أن نستغل بقايا السمع في جزئية تنمية الإدراك الحسي، ويمكن أن نستخدم بقية الحواس مثل اللمس والشم والتذوق. أيضا ينبغي أن نراعي في المعايير التي ينبغي أن تراعى في أهداف منهج الأنشطة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية تنمية مهارات الاعتماد على النفس، جزئية هامة جدا، وإحنا محتاجين نخلي أطفالنا حتى الأطفال العاديين أن يكونوا معتمدين على أنفسهم، وهذه مهارة من المهارات الأساسية التي ينبغي أن نزود بها أطفالنا وبصفة خاصة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية. أيضا تزويد الطفل بقواعد السلامة والأمان والوقاية من الأمراض المنتشرة في بيئة الطفل، هذا بعد ضروري. علينا أن نزود الطفل بقواعد السلامة والأمان سواء كان في الروضة، سواء كان في مؤسسات التربية الخاصة، سواء كان في البيت، سواء كان في الشارع. كيف نقي هؤلاء الأطفال من هذه أو نزود هؤلاء الأطفال بقواعد السلامة والأمان والوقاية من الأمراض المنتشرة في بيئة الطفل؟ أيضا تزويد أو ينبغي أن نهتم بتنمية روح التعاون ما بين الطفل وأقرانه ومع أفراد مجتمعه، لابد يحدث تنمية لروح التعاون، وهذه ما اهتمت به الروضة اليابانية، وهي تنمية روح التعاون ما بين الأطفال وما بين أفراد المجتمع خاصة مع الأطفال اللي عندهم إعاقة سمعية. علينا أن احنا نهتم بأن ننمي روح التعاون ما بين الأطفال سواء كان أطفال عاديين أو أطفال ذوي الإعاقة السمعية، وهذه الروح التعاون هامة جدا في المؤسسات التربوية حتى تنتقل بعد ذلك إلى المجتمع. أيضا من الأشياء الهامة وهي صياغة الأهداف التربوية أو التعليمية، هذا الهدف يجب على كل هدف أن يبدأ بفعل مضارع قابل للإجراء أو القياس أو الملاحظة، بيصاغ الهدف بدلالة الأداء المتوقع من الطفل في نهاية عملية التعلم وليس بأداء المعلمة. أيضا يصاغ الهدف على أنه ناتج التعلم في نهاية الدرس التعليمي أو النشاط التعليمي، علينا أن احنا بنصف هذا أو يصاغ الهدف على أنه ناتج تعلم، ويصاغ الهدف بأنه يشير إلى السلوك النهائي المتوقع من الطفل وليس بدلالة ما تقوم المعلمة بتدريسه أو بتقديمه للطفل. عشان كده الهدف يشير إلى إيه؟ السلوك النهائي المتوقع من مين؟ من الطفل وليس المعلمة. عشان كده بنقول دايما الهدف يصف سلوك الطفل ولا يصف سلوك المعلمة. أيضا بيصاغ كل هدف يتضمن على ناتج تعليمي واحد وليست مجموعة من نواتج التعلم، ما نقولش كذا وكذا وكذا، لا، كل هدف يتضمن على شيء واحد يتضمنه هذا الهدف وهو ناتج تعليمي واحد. يبقى مهم جدا في الأهداف التعليمية أن يبدأ كل هدف بفعل مضارع قابل للإجراء أو قابل للقياس أو قابل للملاحظة، الهدف بدلالة الأداء والمتوقع من الطفل في نهاية عملية التعلم وليس بأداء المعلمة، يعني لا يصف أداء المعلمة لكن بيصف أداء الطفل. أيضا بيصاغ الهدف على أنه ناتج التعلم في نهاية هذا النشاط،
بيصاغ الهدف بحيث يشير إلى السلوك النهائي المتوقع من الطفل وليس بدلالة ما تقوم المعلمة بتقديمه للطفل. وأيضا يصاغ كل هدف بحيث يتضمن ناتج تعليمي واحد وليست مجموعة من نواتج التعلم. هناك بعدان رئيسيان يجب أن يتوفرا في الهدف الجيد، هما البعد السلوكي للهدف وبعد المحتوى للهدف. عشان كده لابد أن الهدف يتضمن البعدين، بعد سلوكي وهو عبارة عن الفعل السلوكي الإجرائي الذي يمكن قياسه ويمكن ملاحظته، هذا يتضمن في البعد السلوكي للهدف اللي هو بنقول عليه behavioral dimension. البعد السلوكي للهدف عبارة عن الفعل المضارع الذي يبدأ به هذا الهدف والذي قابل للقياس وقابل للملاحظة وقابل للإجراء، يصف أداء الطفل ولا يصف أداء المعلمة، بيتضمن على ناتج تعليمي واحد، كل هذا ما نتحدث عنه. أيضا بعد المحتوى للهدف، وهي تاني جزئية في الهدف، بعد المحتوى وهو يتضمن خبرات التعلم. احنا بنتكلم على فصول السنة، بنتكلم على المهن الموجودة في هذه البيئة. إذن هناك بعدان للهدف، بعد السلوكي وبعد المحتوى لهذا الهدف. تعالوا نشوف تصنيف الأهداف التربوية. أول حاجة هنتكلم فيها الأهداف المعرفية الـ Cognitive Objectives. كل نوع من الأهداف هنتكلم عليها دلوقتي في تصنيف الأهداف التربوية شيء هام جدا، وتعالوا نشوف مع بعض الأهداف المعرفية. بتتضمن الأهداف المعرفية 6 مستويات، يبقى كام مستوى للأهداف المعرفية؟ 6 مستويات. تبدأ بالتذكر، والتذكر بيقصد به حفظ الطفل معلومة، حفظه لحقائق بأن يتذكر هذه المعارف التي سبق حفظها أو استرجاعها يعني. ويعتبر هذا المستوى أقل مستويات القدرة المعرفية، ومع ذلك هو ضروري لباقي مستويات المعرفة التي تعلوها. يبقى مهم جدا جزئية التذكر. صحيح هي الخطوة الأولى، لكن لا نقف عند مستوى التذكر، نبدأ بعد كده بالمرحلة المستوى الثاني وهو الفهم. والفهم هو إدراك معنى المادة المراد تعلمها وتفسير الظواهر. يبقى إذن بدأ بالتذكر ثم انتقل إلى الفهم، بما معناه إدراك معنى المادة المراد تعلمها وتفسير الظواهر بمسبباتها. ما هي سبب هذه الظاهرة؟ يجد السبب وراء ظاهرة معينة، وليكن مثلا سقوط أمطار، ما هو سببها؟ وجود سحب وتكثف هذه السحب مما أدى إلى تساقط الأمطار. يبقى بدأنا بالتذكر، المستوى الثاني وهو الفهم، ثالث مستوى وهو التطبيق، ويشير إلى قدرة الطفل على استخدام ما تعلمه في مواقف جديدة. وهذا المستوى بيتطلب تطبيق المفاهيم في حل المشكلات وتفسير الظواهر الجديدة التي تواجه الطفل في الحياة اليومية. يبقى بدأنا بالتذكر، تاني حاجة الفهم، تالت حاجة التطبيق. يبقى التذكر ثم الفهم ثم التطبيق، تطبيق في مواقف جديدة. رابع مستوى وهو التحليل analysis، وبيعني قدرة الطفل على تحليل مادة التعلم إلى مكوناتها الجزئية. بيحلل مادة التعلم إلى مكوناتها الجزئية، ويتطلب هذا المستوى معرفة وفهم الطفل لمكونات موقف معين وتحديد أجزائه وتحليل العلاقات ما بين الأجزاء. أي أن الطفل بقدم له قصة وعايزه أنه يعمل لي تحليل لهذه القصة لكي يتوصل إلى
ما هي القيم الموجودة في هذه القصة، فيحلل هذه القصة ويحلل العلاقات ما بين شخصيات القصة، ويحدد في ضوءها ما هي نتيجة عمليات التحليل، يتعرف على العلاقات ما بين شخصيات القصة. خامس بعد وهو التركيب، والتركيب يعني وضع الأجزاء معا لتكوين كلا جديد، وهدف هذا هنا هو السلوك الابتكاري، يعني يأتي بشيء جديد لم يكن موجودا، ويتطلب هذا المستوى القدرة على تجميع الأجزاء لتكوين كلا متكامل أو تأليف شيء جديد من جزيئات، وهذه هي القدرة العقلية أو إنتاج ابتكاري فيه جدة، يعني شيء جديد، الحداثة شيء حديث، ويتم ذلك عن طريق إيجاد علاقات جديدة ومبتكرة. هذا ما نسميه في عمليات التركيب. يبقى بدأنا بالتذكر، ثم الفهم، ثم التطبيق، ثم التحليل، ثم التركيب. آخر عملية وهي عملية التقييم، ويعني قدرة الطفل على الحكم على الأشياء أو المواقف في ضوء معايير، ولكي يصدر التلميذ أو الطفل حكما لابد أن يكون لديه القدرة على تحليل أجزاء ومكونات الأشياء أو المواقف. هذه بالنسبة لي إذا أردنا أن يقيم أو يصدر حكم لديه، عليه أن يقوم بعمليات تحليل لأجزاء ومكونات الأشياء. أيضا بيرى بعض التربويين ومصممي المناهج أن التصنيف ده الذي لبلوم، وهو اهتم عمل هذا التصنيف واحد اسمه بلوم، بيحتاج إلى إعادة نظر، لأن بعض التربويين قالوا أن الخطوة رقم 5 اللي هي التركيب فيها إبداع وابتكار، وبالتالي فهي قمة الجانب المعرفي، وده بيتطلب من الطفل أن يصل بتفكيره إلى شيء جديد. أما الخطوة رقم 6 فهو استخدام معايير متفق عليها للحكم على شيء أو موقف معين، وبناء على ذلك يمكن وضع مستوى التركيب أعلى من عملية التقييم. يعني نبدل خطوة رقم 5 مطرح خطوة رقم 6. هذا ما رآه بعض التربويين في أحد المؤتمرات الحديثة. لذلك احنا كده وصلنا للأهداف المعرفية أنها في 6 مستويات. بدأنا بالتذكر، ثم الفهم، ثم التطبيق، ثم التحليل، ثم التركيب، فالتقييم ده ما توصل إليه التربويون في هذه الجزئية. ده بالنسبة لتصنيف الأهداف المعرفية. تعالوا مع بعض نشوف تاني نوع من الأهداف، وهو الأهداف المهارية أو اللي احنا بنسميها النفس حركية. أيضا هذه النوعية من الأهداف المهارية أو النفس حركية تنقسم إلى 6 مستويات. إيه هي؟ نبدأ أولا بالملاحظة، بنبدأ بالملاحظة، وده بيتطلب من الطفل أنه يكون على وعي بما يقدم أمامه، يعني ملاحظة بتستخدم فيها حواس الطفل، أكبر قدر من حواس الطفل، الإبصار، التذوق، الشم، اللمس، ما على قدر استطاعة الطفل بالنسبة لحاسة السمع، ومن ثم تؤدي إلى إدراك تفاصيل ودقائق الأشياء والعمل. كل ده من خلال أول جزئية، أنا عايز أكتسب مهارة، أول حاجة بعملها إيه؟ ألاحظ. ألاحظ يعني أكون على وعي باللي بيتقدم قدامي، ألاحظ يعني أستخدم حواسي عشان أدرك التفاصيل ودقائق الأشياء والعمل الذي يقدم أمامي. تاني جزئية وهي التقليد، أقلد ما لاحظته، ويقصد به قيام الطفل بأداء عمل معين متبعا الخطوات التي لاحظها في نمرة 1.
يبقى أول حاجة بيلاحظ، تاني حاجة يقلد. يقلد إيه؟ يقلد اللحظة والتي قامت المعلمة بأدائها، يبقى هي إيه؟ بأدائه. إذن المعلمة هي قامت في عشان يلاحظ، هيلاحظ مين؟ هيلاحظ المعلمة أو المعلم. وبعد كده يقلد المعلمة اللي هي كانت. تاني خطوة التقليد، بيكون أداء الطفل بالتقليد، بيقلد مين؟ أداء المعلمة دون أي تعديلات. يبقى بيقلد دون أي تعديلات. يبقى أول حاجة لاحظ، وتاني حاجة إيه؟ قلد. تالت خطوة وهو التجريب، ويقصد بها قيام الطفل بتجريب عمل ما معتمدا على ما لاحظه في نمرة واحد، ولكنه ليس تقليدا أعمى. هو بيلاحظ حاجة بيقلدها، بس إيه؟ مش تقليد أعمى، ده يقوم الطفل باستخدام طريقته الخاصة متلافيا القصور أثناء العمل، حيث يكتسب ثقته في نفسه. يبقى هو اكتسب الطفل ثقته في نفسه، فبدأ يجرب بطريقته هو وليس بطريقة المعلمة فقط، لأن لما كان بيقلد تقليد أعمى، يعني بيقلد المعلمة وبس. لكن لما يجرب بطريقته هو، لو كان بيستخدم إيده الشمال يبقى يستخدم طريق إيده الشمال في عمل الشيء، رغم أن المعلمة قدمتها بإيدها اليمين. يبقى بدأ بالملاحظة ثم التقليد ثم التجريب. رابع خطوة وهي الممارسة. احنا لسه كنا بنقول المرة اللي فاتت الممارسة تؤدي إلى اكتساب المهارة، فالممارسة هنا يبدأ الطفل في اكتساب المهارة حين يصبح أداؤه يتميز بالسلاسة، فيؤدي هذه المهارة بسهولة وثقة في النفس، وتزداد سرعته في الأداء ويقل أخطائه. فالممارسة تتطلب تكرار أداء العمل. الممارسة عايزة إيه؟ عايزة تكرار أداء العمل لكي يكتسب هذه المهارة. يبقى الممارسة بيبدأ الطفل باكتساب المهارة إمتى؟ لما يكون أداؤه بيتميز بالسلاسة، يعني يؤدي بسهولة واثق في نفسه، تزداد سرعته في الأداء، بتقل أخطائه. الممارسة بتتطلب تكرار أداء العمل. يبقى أول حاجة لاحظ، تاني حاجة ابتدى يقلد المعلمة اللي هو التقليد بدون أي تعديل، التجريب ابتدى يجرب بطريقته هو، رابع حاجة الممارسة أي يقرر هذه الأداء العمل، إلى أن يصل إلى رقم 5 وهو الإتقان. أصبح يتقن، يقوم الطفل بعمل ما بسهولة وسرعة. يبقى الطفل بيقوم بعمل ما بسهولة وسرعة، ويتصف هذا الأداء بالجودة والاقتصاد في الزمن والجهد والخامات. يبقى هنا الطفل بيبقى وصل لمرحلة الإتقان، عنده سرعة وعنده سهولة، وابتدى يتميز بأن عنده جودة، بيعمل حاجة دي بجودة عالية واقتصد في الزمن والجهد والخامات. لذا الإتقان هو دلالة على اكتساب المهارة. يبقى الإتقان هو دلالة على اكتساب المهارة. آخر مرحلة وهي مرحلة الإبداع الحركي. والإبداع الحركي هي قدرة الطفل على إنتاج حركات جديدة في موقف مشكل، وهذا يأتي بعد الإتقان الكامل للمهارة والثقة في النفس. وبذلك يستطيع الطفل ابتكار حركة جديدة فيها حداثة وفيها فن وفيها التفكير. إذن الإبداع الحركي، وده احنا بنشوفه لما نقول إن في مسابقة مثلا القفز على منط في السباحة، ونقول ده بيلف لفتين ونص ومش عارف ينزل ازاي، ابداع حركي، اتى بحركه جديده، انتاج حركات جديده في موقف مشكل. ايضا اشكال المختلفه للباليه، عندما تستخدم الطفله الشريط او ما شبه ذلك
أو تقفز وتتحرك بحركات سريعة وحركة جديدة في موقف مشكل، مسابقة معينة، أولمبيات، كل ده اللي احنا بنشوفه في اكتساب الأهداف المهارية. يبقى في اكتساب الأهداف المهارية اللي احنا بنسميها النفس حركية، بيتضمن الأهداف المهارية 6 مستويات، بدأنا بالملاحظة ثم التقليد ثم التجريب يجرب بطريقته، الممارسة وهي تكرار أداء العمل، الإتقان وهو الوصول إلى مستوى عالي بسهولة، يعمل الشيء بسهولة وسرعة وجودة واقتصاد في الزمن والجهد والخامات، يعني هو دليل على اكتساب المهارة. ثم آخر حاجة في قمة هذه الأهداف المهارية أو النفس حركية، وهي الإبداع الحركي، وهي قدرة الطفل على إنتاج حركات جديدة في موقف مشكل، وبعد طبعا إتقان الكامل للمهارة، عنده ثقة في النفس، يبتكر حركة جديدة فيها حداثة وفن وتفكير. هذه بالنسبة للمستوى الأهداف المهارية النفس حركية التي انقسمت إلى 6 مستويات. نأتي إلى ثالث نوع من الأهداف وهي الأهداف الوجدانية. الأهداف الوجدانية أيضا بتنقسم ل6 مستويات، وهي أول حاجة الانتباه، وهو جذب انتباه لدى الطفل، بيتم عن طريق إثارة فضوله وزيادة رغبته لمعرفة المزيد عن موضوع ما أو مثير ما. يبقى احنا أول حاجة جذبنا انتباهه، الإثارة تتم عن طريق الحواس. ما احنا عارفين الحواس هي المدخل الطبيعي للتعلم، عشان كده بنقول الإثارة بتتم عن طريق الحواس اللي هي البصر والسمع، ويعتبر هذا المستوى ضروري لما يتبعه من مستويات تالية. يعني بعد عملية الانتباه انتبه، بعد ما بينتبه يتقبل ويستجيب. هنا حدث في تفاعل، في تفاعل، تقبل واستجاب، وهنا تتم المشاركة من جانب الطفل حيث يقوم بالاستجابة لظاهرة أثارته. يبقى هنا في حاجة جذبته، انتبه ثم تقبل واستجاب. ثالث مستوى وهو الاهتمام، ويعني فاعلية الطفل وإيجابيته، بمعنى أن الطفل حدث اهتم وأصبح إيجابي، فاهتم بظاهرة حياتية أو موضوع معين جذب انتباهه، ويحاول معرفة المزيد عنه بطرح المزيد من الأسئلة حول هذه الظاهرة أو هذا الموضوع. وهنا يصبح التعلم متعة للطفل، ابتدى يهتم بموضوع معين. احنا بنقول التعلم فرحة والتعلم متعة، ابتدى يهتم بقضية معينة، بظاهرة معينة، بموضوع معين، بدأ يسأل ويطرح الأسئلة حول هذه الظاهرة أو هذا الموضوع. أيضا هنا وصلنا، بدأ بالانتباه، تقبل واستجاب، دخلنا يعني جوه هذا الإنسان أو هذا الطفل. ثالث حاجة ابتدى يهتم بظاهرة معينة. رابع حاجة تكوين الاتجاه، وبيتم إدراك وتقدير الطفل لموضوع بيئي أو ظاهرة بيئية، ويظهر ذلك في سلوكه، ويتكرر هذا السلوك عندما يصار هذا الموضوع أو هذه الظاهرة. أي أن تكوين الاتجاه بيتميز بالثبات والاستمرارية، يبقى هنا بيتميز بالثبات والاستمرارية. خامس حاجة تكوين النظام القيمي، وهو تكوين اتجاه قوي نحو شيء معين، والاعتقاد فيه والانفعال في هذا المستوى يرتبط بتكوين القيم. وتكوين النظام القيمي يحتاج تحديد مكانة كل قيمة، كل قيمة مستواها واصل لغاية فين مع هذا الطفل، وعلاقة هذه القيم بعضها ببعض، وتنظيمها تبعا لأهميتها بالنسبة للطفل، ومن ثم تكوين النظام القيمي. يبقى بدأ بالانتباه، تقبل واستجاب، ابتدى يهتم، ابتدى يكون اتجاه،
ابتدى يكون نظام قيمي اتجاه مع اتجاه مع اتجاه، كون منظومة أو ما نسميه بالنظام القيمي. بعد ذلك آخر حاجة في قمة هذا الأهداف الوجدانية السلوك القيمي. السلوك القيمي وهو قمة الجانب الوجداني التي تتكامل فيه الأفكار والاتجاهات والقيم، ويثبت النظام القيمي بيثبت النظام القيمي بيثبتها يتيح عنه أو ينتج عنه سلوك قيمي، وهذا السلوك بيتصف بالاستقرار حيث بيمكن التنبؤ به قبل حدوثه. ممكن نتنبأ بهذا السلوك التي يتصف به الطفل بالاستقرار قبل ما يحصل أو اللي هيعمل كذا. ده دليل على ان احنا وصلنا لقمة الأهداف الوجدانية. يبقى الست مستويات بدأت بالانتباه، ابتدى يتقبل ويستجيب لنمرة 2، نمرة 3 ابتدى الاهتمام، نمرة 4 تكوين اتجاه، اتجاه مع اتجاه كون منظومة قيمية أو نظام قيمي، خامس حاجة تكوين النظام القيمي، سادس حاجة سلوكه أصبح سلوك قيمي وهو قمة الجانب الوجداني، ووصل إلى منظومة قيمية قوية ونتج عنها سلوك قيمي يتصف بالاستقرار والتنبؤ به قبل حدوثه. هذه في قمة السلوك القيمي. هذا ما تحدثنا عليه في جزئية الأهداف. إذن الأهداف قسمناها لثلاث حاجات: أهداف معرفية وأهداف مهارية أو نفس حركية وأهداف وجدانية، وكل منها انقسمت لست مستويات كما تحدثنا الآن. تعالوا نتحدث كمان في جزئية طرق تعلم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية من زاوية تحقيق الأهداف. أول جزئية عايزين نتكلم عليها وهي طرق التعلم المناسبة لتحقيق الأهداف المعرفية اللي هنحقق بيها الأهداف المعرفية لبرامج الروضة. إحنا عرفنا إن الأهداف المعرفية زي تكوين المفاهيم اللي بنجرد فيها العناصر المشتركة ما بين عدد من الحقائق، وبنتم تعلمها بطريقتين: الاستقراء والاستنباط، ودي أنا ذكرتها قبل كده. الاستقراء بيبدأ بعرض مجموعة من الحقائق ثم يلاحظ الطفل أوجه التشابه بينها ويتوصل إلى المفهوم، ويتميز هذا الأسلوب بأنه يدرب الطفل على الملاحظة والمقارنة ثم التجريد، بالإضافة لدوة أنه بيربط المفهوم بالحقائق. وإذا أرادت المعلمة تطوير المفاهيم لدى الطفل عليها أنها تعرض عليه حقائق جديدة. ده بالنسبة للاستقراء، بدأنا بإيه؟ أمثلة وتوصلنا إلى المفهوم. بينما الاستنباط اللي هو الديدكشن يبدأ بالمفهوم، يبدأ بالمفهوم نفسه ثم ينتقل لمجموعة من الحقائق والأمثلة. نبدأ بالمفهوم ثم نعرض مجموعة من الأمثلة. أيهما نفضل؟ نحن نفضل الاثنين، نبدأ بالاستقراء وننتهي بالاستنباط. نحن نفضل في مع الأطفال ذوي الإعاقة السمعية أن نبدأ بالاستقراء ثم ننتهي بالاستنباط حتى نؤكد على تكوين المفهوم لدى الطفل. أيضا من طرق التعلم المناسبة لتحقيق الأهداف المعرفية أسلوب الحوار والمناقشة. هنا دور مهم جدا في تنمية التفكير، حيث أن الطفل بيحتاج لأن يفكر ليعبر عن شيء ما بالكلام، ولا بد أن يستخدم في الحوار لغة بيفهمها الطفل، وتتلقى المعلمة بدورها ده التغذية الراجعة حول طريقة التفكير لهذا الطفل وطبيعة اللغة التي يفهمها. هل هو احنا بنستخدم التوتال كوميونيكيشن التواصل الشامل، أم بنستخدم اللابريدينج أو الساين لانجوج أو التكامل بينهم؟
أو بنسب مختلفة أسلوب الحوار والمناقشة من الأساليب الهامة في تنمية التفكير. أيضا أسلوب الاكتشاف الموجه، وهو أحد الأساليب التي تثري البناء المعرفي للطفل وتساعده على تكوين المفاهيم الحياتية والبيئية، حيث بيستخدم حواسه لاكتشاف بيئته، ويكون الطفل أكثر فاعلية وإيجابية في الموقف التعليمي، حيث بيعطي للطفل موقف تعليمي مشابه للموقف الذي يواجهه في حياته اليومية، وذلك حتى تثير اهتمامه وتجعله أكثر نشاطا. وكل موقف تعليمي بيتكون من مجموعة مهام، وكل مهمة بتتكون من عدة خطوات متتابعة، وعلى المعلمة أن تساعد الطفل وتوجهه إذا واجه أي صعوبة في عملية التعلم. يبقى مهمة كده إن احنا نتعرف على، قلنا، من أساليب لتحقيق الأهداف المعرفية الاستقراء والاستنباط، وأيضا أسلوب الحوار والمناقشة، أسلوب الاكتشاف الموجه. من طرق التعلم المناسبة لتحقيق الأهداف الوجدانية لبرامج الروضة، هناك العديد من الطرق والأساليب التي أثبتت فاعليتها في تنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الأطفال، وتنمية الاستقلالية والشعور بالطمأنينة والأمان في الروضة وفي مؤسسات التربية الخاصة ومنها مدارس الأمل، وضبط الانفعال وتنمية ثقة الطفل بقدراته وتقدير قيمة النظام والنظافة في الروضة، وأهمية التعاون مع أقرانه، مع أقران الطفل. من هذه الطرق والأساليب ما يلي: بيعتبر أسلوب التمثيليات التعليمية من وسائل الاتصال المناسبة لطفل الروضة والمحببة إليه، حيث بيعتبر التمثيل بمثابة تقليد سلوكي لمواقف من الحياة اليومية، ومن ثم فهو أسلوب تربوي هادف ومسلي وبديل للواقع، بيؤدي إلى اكتساب الطفل للقيم بأسلوب مرح وبسيط يناسب قدراته العقلية. التمثيل بيساعد في اكتشاف مواهب الطفل ويعمل على تنميتها من خلال الأدوار التي يقوم بها، كما أن تمثيل التربوي بيدرب الأطفال على النطق السليم أثناء تأدية أدوارهم التمثيلية التي يحرصون على القيام بها بنجاح، وينمي الثقة بالنفس، وينمي روح التعاون ما بين الأطفال، وتكوين علاقات اجتماعية بينهم. أيضا بيتيح الوقت الكافي لكل طفل للتفاعل مع مواقف مشابهة للمواقف الحياتية، وأيضا بيتيح الفرص لكل طفل أن يتقدم وفقا لقدراته الخاصة. إذن هنا استخدمنا أسلوب التمثيليات التعليمية من أجل تحقيق الأهداف الوجدانية. أيضا هناك أساليب أخرى وطرق تعلم مناسبة لتحقيق الأهداف الوجدانية أيضا، منها لعب الأدوار، وهي أحد الأساليب الهامة في تنمية القيم والاتجاهات والاهتمامات. كل دي القيم جانب وجداني، الاتجاهات جانب وجداني، والاهتمامات أيضا جانب وجداني. لذلك بيقوم بتمثيل أو لعب دور معين بيجسد الشخصية التي يرغب في أن يعرضها على بقية زملائه بأسلوب تلقائي، خاصة ممكن يكون التمثيل الصامت أو ما نسميه بنتوماين، تمثيل يقدمه أمام زملائه بأسلوب تلقائي زي تمثيل أصحاب بعض المهن. وهذا النوع من التمثيل بيعتبر فرصة للتعبير الحر، حيث لا يسبقه إعداد مسبق، ويتميز بالتلقائية. يمكن استخدام أيضا الملابس، ممكن نستخدم الملابس وأدوات أصحاب المهن، واستخدام أقنعة لشخصيات أو فاكهة أو حيوانات بيقوم الطفل بتمثيلها. هذه بالنسبة
لعب الأدوار. أما الدراما الاجتماعية فتلعب دورا كبيرا في ممارسة أطفال أو مساعدة الأطفال، خاصة أطفال ذوي الإعاقة السمعية، على التعبير عن أنفسهم ومراعاة مشاعر آخرين وتكوين علاقات اجتماعية سوية معهم. كل هذا في الدراما الاجتماعية. وأيضا اللعب التمثيلي، واللعب التمثيلي الإيهامي أحد أنماط التفاعل في ركن الأسرة، حيث بيعتمد على خيال الطفل فيضفي عنصر الحياة على الأشياء المختلفة التي تتعامل معها، فيقلد أنماط سلوكية واجتماعية أثناء اللعب الإيهامي. يبقى هنا عرفنا من طرق التعلم المناسبة لتحقيق الأهداف الوجدانية، عرفنا لعب الأدوار والدراما الاجتماعية واللعب التمثيلي الإيهامي من خلال ركن الأسرة. أيضا طرق التعلم المناسبة لتحقيق الأهداف المهارية في البرامج التي تقدم للأطفال ذوي الإعاقة السمعية، هناك طرق وأساليب متنوعة بتحقق هذه الأهداف النفس حركية، بعضها بيمارس داخل قاعة الأنشطة والبعض الآخر ينفذ في فناء الروضة أو فناء مؤسسات التربية الخاصة، بعضها بيمارس بشكل فردي أو بشكل مجموعات صغيرة. ومن هذه الأساليب أسلوب تحليل المهمة، التاسك أناليس أبروتش، تاسك أناليس أبروتش، وهو بيهتم هذا الأسلوب بتحليل وتجزئة المهام التعليمية وتسلسلها تتابعيا، حيث بيتم تنظيم تعلم طفل الروضة في سلاسل قصيرة ومتتابعة ومتدرجة من الخطوات. يبقى هذا الأسلوب تحليل المهمة، بيعتمد هذا الأسلوب بتحليل وتجزئة المهام التعليمية وتسلسلها تتابعيا، حيث يتم تنظيم تعلم طفل الروضة في سلاسل قصيرة متتابعة متدرجة من الخطوات، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الهدف النهائي. بيخلي في النهاية الطفل يتعلم هذه المهارة اللي عايز يعلمه، هذه المهارة المعلمة عايزاه يتعلمها. عند استخدام معلمة الروضة لأسلوب تحليل المهام بتتبع ثلاث خطوات. أول خطوة تعرض المعلمة المهمة المراد تعلمها للطفل، ثم يؤدي الطفل المهمة. بتعمل بعد كده تقويم لأداء الطفل، وتتخذ المعلمة عند الضرورة شكل نموذج أو تنبيه، قد يكون رسم أو لفظي أو ما شبه كده، لتنبيه الطفل أو تدخل أثناء أداء الطفل. يؤدي الطفل المهمة باستقلال، وتعيد المعلمة الخطوات السابقة إذا دعت الضرورة. يبقى ده أسلوب تحليل المهام، بدأت في الأول بتعرض المعلمة المهمة المراد تعلمها للطفل، ثم بيؤدي الطفل المهمة، وتقوم المعلمة بتقويم أداء الطفل، وتتخذ المعلمة عند الضرورة نموذج أو تنبيه بشكل ما، ويؤدي الطفل المهمة باستقلال، وتعيد المعلمة الخطوات إذا دعت الضرورة. هناك مميزات لأسلوب تحليل المهام، أنها تيسر عملية التعلم الذاتي، حيث يتحرك كل طفل وفقا لسرعته الخاصة أثناء أداء المهمة، كما أنها بتحدد بدقة متناهية نقطة البداية وخطوات السير في تعلم المهارات. يبقى هنا بنقول في مزايا لأسلوب تحليل المهمة، أنها بتيسر عملية التعلم الذاتي بحيث بيتحرك كل طفل وفقا لسرعته الخاصة أثناء أداء المهمة، كما أنها بتحدد بدقة متناهية نقطة البداية وخطوات السير في تعلم المهارات. هنا اتكلمنا على أنواع
الذي او طرق التعلم لتحقيق الاهداف المهاريه. ايضا من هذه الطرق التعلم بالملاحظه او التعلم بالنموذج، ده برضه بيحقق لي الاهداف المهاريه، بنقول عليه موديلنج. يبقى نمط التعلم بالملاحظه او ما نسميه بالموديلنج، التعلم بالنموذج، وده ليه دور كبير جدا في تعلم انماط السلوك واكتساب المهارات. ويتضمن هذا الاسلوب انتاج الطفل لاستجابات مماثله لسلوك النموذج التي يلاحظها. وهنا بنقول عملية التعلم بتحدث بصورة أفضل إذا ما تم تعزيز ما يقوم بأداء هذه المهارة أو هذا النموذج. تتضمن النموذج أو يتضمن النمذجة عرض المهارة المراد تعلمها لطفل الروضة، ثم يطلب منه أن يقلد هذه المهارة. يبقى بنقدم له نموذج التعلم بالنموذج أو التعلم بالملاحظة، وعلى الطفل أنه يقلد اكتساب المهارة. وقد يتم عرض المهارة المراد نمذجتها عن طريق المعلمة أو أقران الطفل، وتقوم المعلمة بإعطاء تعليمات وتشجيع الطفل، ممكن بإشارة أو بصوت مرتفع إذا كان هناك بقايا للسمع عند الطفل أي ضعيف السمع، أي أنها تفكر بصوت مرتفع في خطوات أداء المهمة، وذلك لكي يتعلم الطفل الطريقة السليمة في التفكير. ده عشان الطفل يتعلم بالنموذج، بديله طريقة خطوات بيمشي فيها، وبنقولها له ممكن تبقى بإشارات أو ممكن تكون بصوت يمكن يسمعه لو كان عنده بقايا سمع. ويجب توافر شروط الأمان والسلامة للأطفال في كل ما يتصل بممارسة الأنشطة الحركية من بيئة فيزيقية أو أدوات للعب. مهم جدا هنا أن احنا نوفر الأمان والسلامة أثناء تنفيذ هذه الأنشطة للأطفال. يبقى هنا مهم جدا ان احنا نوفر شروط الامان والسلامة للاطفال في كل ما يتصل بممارسة الانشطة الحركية، سواء كان بيئة فيزيقية او ادوات اللعب. كده احنا قدرنا نحقق باستخدام طرائق تعلم متنوعة، سواء كانت اهداف معرفية او مهارية او وجدانية، علينا ان نكامل أو نستخدم بشكل متكامل ومتنوع لطرق وأساليب التعلم المختلفة. تعالوا نشوف طرق وأساليب تنفيذ برامج تنمية التفكير، ودي من الأبعاد المهمة اللي مفروض كل الروضات تهتم بيها، وبصفة خاصة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية. أن مصمم المناهج وضع أهداف لهذه الروضة في مقدمتها تنمية مهارات التفكير. عشان كده بعض الروضات قالت إن الحواس هي المدخل الطبيعي للتعلم، ولابد إن نجعل البرامج هذه الروضات تهتم باستخدام الحواس لتحقيق جميع الأهداف ومنها تنمية مهارات التفكير. لذلك ظهر إن الحواس مدخل للتفكير. ابتدت بعض الروضات تقول الحواس مدخل للتفكير، وعلينا ان احنا نهتم بوصف الاشياء. فالاطفال عندهم خبرات عن الاشكال، عن الالوان، عن الحجوم. اساليب تنمية هذا التفكير بتساعد على تسمية الاشياء ومقارنة الحجوم ووصف الالوان، كل ده من خلال وصف الاشياء. أيضا التمييز باستخدام الحواس، بنميز باستخدام الحواس وملاحظة التغير، فيستطيع الطفل تمييز التغير في الطعم والرائحة واللون والشكل. يبقى إذا استخدمنا الحواس في ملاحظة التغير، شيء تحول من الصورة الصلبة إلى الصورة السائلة،
مكعب من التلج طلعناه من التلاجة وسبناه شوية، ارتفعت درجة حرارته وتحول من الصورة الصلبة للصورة السائلة. إذا حدث تغير في الشكل، في طبيعة المادة. أيضا التعبير عن الخبرات الحياتية الحسية اللي هي بتزداد الثروة اللغوية للطفل نتيجة لتطور خبراته وربط الخبرات السابقة بالخبرات الحالية. يبقى مهم هنا نعبر عن الخبرات الحياتية حسيا ونربط ما بين الخبرات السابقة والخبرات الحالية. يمكن استخدام لوحات التحدث، نحن نجيب لوحة تحدث ونخلي الطفل يتعرف على بعض مكوناتها، ثم ننمي عنده الربط اللغوي أو ما نسميه بتكوين الجمل أو تكوين التراكيب اللغوية، التراكيب اللغوية. من هنا ممكن نستخدم لوحات التحدث كمجال لتنمية مهارات التفكير، وأيضا تنمية مهارات التفكير المنطقي. وهنا يتدرب الطفل على تصنيف الأشياء بأكثر من طريقة، يعني احنا علينا ان احنا نجعل الطفل يتدرب على تصنيف الأشياء بأكثر من طريقة، بحيث ممكن يقسم مكعبات وفقا لحجمها وفقا للونها وفقا لبعض ممكن بعض الأشكال الهندسية. كل دي أشياء يمكن أن يصنفها، فهنا أيضا نهتم بهذه الجزئية. ده في طرق وأساليب تنفيذ برامج تنمية مهارات التفكير. أيضا من هذه الطرق تقديم أنشطة مفتوحة، فيجب أن يمارس الأطفال الأنشطة التي من وجهة نظرهم الذاتية بدون تعليمات مسبقة من المعلمة. يبقى أنشطة مفتوحة تجعل الطفل يفكر يسأل، أنشطة متنوعة الطفل بيمل ويضجر إذا قام بنفس الشيء كل يوم. فالتنوع في تقديم الأنشطة أمر مرغوب فيه، وهو ده اللي أنا كنت بتكلم عليه في المحاضرات السابقة. ويجب أن يكون وراء الأنشطة تحديات، بس التحديات ألا تكون صعبة بالنسبة لهم، يعني تحديات ولكن لا تكون صعبة بالنسبة لهم. فالأنشطة الصعبة بتحبط الأطفال وتكف من اهتماماتهم، والأنشطة السهلة لا تدفع الطفل للتحدث أو تجذب انتباهه. لذا يجب البدء بالأشياء السهلة والمعلومة والتي يمكن استرجاعها من الخبرات السابقة، ثم بعد ذلك التدرج في الصعوبة، فيقوم الأطفال بالأشياء الصعبة تبعا لإمكانياتهم. يجب ألا يكون للإنتاج النهائي كل الأهمية، يعني مش آخر النتيجة دي مش هي ليها كل الأهمية. يجب الاهتمام بالخطوات، الخطوات التي يتبعها الطفل أثناء أداء النشاط. مهم جدا نهتم بالإجراءات، الخطوات التي يتبعها الطفل أثناء عمليات التعلم. أيضا يجب أن تجرى الأنشطة في أماكن متغيرة، فلا يكون مكان محدد داخل الروضة أو في داخل قاعة الأنشطة. يمكن أن يتم إجراء الأنشطة خارج الروضة، ويمكن مراعاة أهم حاجة نراجع السلامة والأمان على صحة وحياة الأطفال، هو البعد الذي ينبغي أن يراعى خاصة خارج الروضة. يبقى مهم جدا تبقى في أماكن متغيرة، فممكن تكون في فناء الروضة، أنشطة تقدم في فناء الروضة أو في داخل أو خارج قاعة الأنشطة. أيضا توفير حرية التجريب، عندما يجرب الطفل فهو يقف موقف العالم ويكتشف أشياء جديدة وكأنه أول واحد يكتشف هذه الحقائق. عشان كده مهم جدا حرية التجريب والتشجيع دون الشعور بالخوف من ارتكاب أي خطأ. أيضا استمرار التفاعل ما بين المعلمة والطفل، وتقديم تغذية راجعة مستمرة
عن تقدمه وتعزيز استجابته الناجحة بشكل مباشر. يبقى مهم جدا استمرار التفاعل ما بين المعلمة والروضة من أجل تنمية المعلمة والطفل أثناء تقديم هذه الأنشطة. يبقى مهم جدا التفاعل ما بين المعلمة والطفل وتقديم التغذية الراجعة وتعزيز الاستجابة الصحيحة بشكل مباشر، هذا يؤدي إلى تنمية التفكير. طرق أساليب تنفيذ برامج تنمية مهارات التفكير. من الأشياء الهامة في القديم كان بياجيه يضع مراحل محددة لمراحل النمو المختلفة وفقا لخلفيته البيولوجية، إلا أن أبحاث الحديثة بدأت تؤكد أن النمو العقلي للطفل يحدث بطريقة مختلفة عما نادى به بياجيه، ونتج عن كده أن مجموعة كبيرة من تلاميذ بياجيه ابتدوا يأخذوا مسار آخر مختلف عن بياجيه، ولا يوجد نمط واحد لمراحل النمو العقلي عند جميع الأطفال، بل أن لكل طفل نمطه الخاص في التطور. لذلك ظهرت مرحلة النظريات في الأول أيام بياجيه، وهي مرحلة النظريات المعرفية، ومنها نظرية بياجيه للنمو العقلي. وكان يعتبر أن هناك في حدود فاصلة، وكأنه يضع حدود فاصلة للعمليات العقلية التي يستطيع الطفل القيام بها في هذه المرحلة العمرية. ثم كانت برامج الروضة تهتم بتقديم الأنشطة في حدود العمليات العقلية للطفل، إلا أن هذه الأيام أو البحوث الحديثة كسرت هذه الحواجز الفاصلة للعمليات العقلية، وانطلقت إلى عمليات التعجيل أو الإسراع الإكسلريشن للعمليات العقلية أو الإسراع للعمليات العقلية، بحيث تقدم أنشطة تثير استعدادات الأطفال وتحول هذه الاستعدادات إلى قدرات، ومن ثم تنفيذ برامج طفل الروضة أصبحت أمام تحديات، وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية. ومهم جدا أن احنا نستخدم طرق وأساليب بتحدث عملية التعجيل أو الإسراع للعمليات العقلية، خاصة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية. هنا في طرق وأساليب لتنفيذ برامج المهارات تنمية مهارات التفكير، منها جزئية الإكسلريشن كاتجاه حديث تسرع من إحداث العمليات العقلية، وهي خدت خط آخر مختلف عن نظرية بياجيه. فظهرت طرق وأساليب تهتم بتنمية التفكير لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، منها طرق وأساليب لتنفيذ برامج تسريع التفكير acceleration. من هذه الطرق التي تستخدم لإسراع التفكير المناقشات، ابتدت تهتم بالمناقشات التي تجريها المعلمة مع الأطفال حول الأنشطة وحول طريقة وطرق تنفيذها، بهدف تكوين لغة تفاهم مشتركة ما بين المعلمة وما بين الطفل. هنا ابتدى يحدث إضافة وقفزة جديدة في التفاعل، وفي تقديم أساليب جديدة وطرق جديدة في التعلم. المناقشة بتجريها المعلمة مع الأطفال حول الأنشطة وطريقة تنفيذها بهدف تكوين لغة تفاهم مشتركة ما بين المعلمة والأطفال، ويكون دور المعلمة هو تيسير حدوث التعلم، هي ميسرة لإحداث التعلم فاسيليتور، وتوجيه الأنشطة والمناقشات التي تؤدي إلى تنمية التفكير. وهنا لقينا في ثلاثة مراحل من مراحل المناقشة، قبل المناقشة وبعد المناقشة وفي أثناء المناقشة. ببتدي قبل المناقشة ثم أثناء المناقشة وبعد المناقشة، هناك مجموعة من المناقشات والحوارات. هذا الحوار بيثير تفكير الطفل ويجعل الطفل يفكر، دي بعد هام في تسريع التفكير. أيضا التضارب المعرفي،
التضارب المعرفي ويقصد به تعريض الأطفال، تعريض الأطفال، بنعرض على يعني بنخلي الطفل يقف أو يشاهد مشاهدات من خلال الأنشطة تكون بمثابة مفاجأة لكونها متعارضة مع توقعاته أو مع خبراته السابقة. يبقى بنخلي الطفل يتعرض لمشاهدات تكون مفاجئة ليه، هو بيظن أنها متعارضة مع نعتقد أو تعتقد يعتقد أنها متعارضة مع توقعاته أو مع خبراته السابقة، فيتولد نتيجة لهذه المفاجأة حالة من الاندهاش تدعو الأطفال لإعادة النظر في البنية المعرفية وفي طريقة التفكير لكي يتكيف مع الأدلة التجريبية الجديدة. يعني بيجرب، عندي شوية مية في كوب والكوب ده عريض من أسفل، نقلناهم إلى كوب بس مطاول وضيق ووجدنا المية بتطلع لمستوى أعلى. في الأول إحنا بنسأله هل كمية المية دي أو حجم المية اللي موجود هل هو نفس الحجم ده ولا مختلف؟ في الآخر لما بيعمل التجربة دي بيكتشف إن نفس كمية المية اللي اتنقلت لهذا الإناء هي نفس الكمية. إذن في إشكاليات بتجعل الطفل يحصل ما عنده ما نسميه بالتضارب المعرفي أو الكوجنيتيف كونفليكت، التضارب المعرفي عند الطفل. ثالث حاجة وهي بناء الجسور المعرفية، بناء الجسور المعرفية ويقصد بها ربط الخبرات التي حصل عليها الطفل في هذا النشاط مع خبراته في الحياة اليومية وربط الخبرات الجديدة بالخبرات السابقة، وده بيساعد في تكوين صورة متكاملة للخبرات. يبقى ربط الخبرات الجديدة بالخبرات السابقة ده بيساعد في تكوين صورة متكاملة للخبرة. هذه بالنسبة لطرق وأساليب تنفيذ برامج تسريع التفكير. أيضا في تنمية التفكير هناك طرق وأساليب لتنمية مهارات التفكير أو thinking skills، وظهرت العديد من الطرائق بتركز على مهارات التعلم الذاتي من خلال تنمية مهارات الاستنتاج والتصنيف وتكوين الأنماط والاكتشاف، وبيسعى البرنامج اللي مهتم بتنمية مهارات التفكير بتعريف الأطفال بمصادر المعرفة، بيوريهم الريسورس المختلفة أو ما نسميه بالنوليدج ريسورسز، وتنمية مهارات الحصول عليها ازاي يحصلوا على هذه المعرفة، وأيضا استخدام اسلوب دمج مهارات التفكير عبر جميع الأنشطة بطريقة تكاملية بتؤدي إلى تنمية جميع مهارات التفكير، وبتعتبر ألعاب التفكير كأسلوب لتنمية مهارات التفكير. يبقى في ألعاب وهي محببة لنفس الطفل بيستخدم اللعب لتنمية التفكير وكأسلوب لتنمية مهارات تفكير طفل الروضة. أيضا في طرق وأساليب لتنمية الإبداع، لابد أن احنا نوفر المناخ الإبداعي للطفل، ضرورة تشغيل مولدات اللي احنا بنسميها مولدات الإبداع، مولدات الإبداع عند الطفل. فأطفال الروضة لديهم القدرة على الإبداع، ولكن يحتاج أن نحثهم نحفزهم على الإبداع عندما يمارسون تفكير حر في جو من الود والاحترام لشخصية الطفل، احترام مشاعره وأفكاره ومساندته المساندة الإيجابية، وتشجيعه على اللعب والتعبير الحر في جو آمن يخلو من التهديدات. إذن نحن بنستخدم الأسئلة ذات النهايات المفتوحة، بتتبعها أيضا اهتمامات مساعدته على تجريب أفكاره، إعطاء وقت كافي لأداء الأنشطة، كل ذلك يتيح
أجعل الطفل يفكر تفكير إبداعي. الإبداعات الكامنة لدى الطفل بتحتاج إلى إتاحة فرص مناسبة لانطلاقها، وذلك بيتضمن توفير الطرق والأساليب والوسائل التي تنميها. إحنا محتاجين إن إحنا نفجر إبداعات الطفل. في البداية نكتشفها، نكتشف الإبداعات، ثم بعد ذلك نقوم بعملية تنمية هذه الإبداعات إلى أقصى حد ممكن بتسمح به قدرات هؤلاء الأطفال. إذن مهم جدا إن إحنا نكتشف الإبداع عند الطفل ذوي الإعاقة السمعية، لأن هذه البعد من الأهمية بمكان أن نهتم به. بعض الطرق اللي بنهتم بيها وهي تقديم الأنشطة التي تناسب الأطفال، زي التي تثير حب الاستطلاع والرغبة في البحث والتساؤل لدى الطفل. دور الأنشطة هو توليد شرارة الإبداع، والقصة بتعتبر أحد المثيرات الفنية للتفكير الإبداعي. الأسئلة التي يمكن إثارتها حول القصة بتنشط التفكير الإبداعي. أيضا الأسئلة اللي ممكن يطرحها الطفل أثناء مشاهدة لوحات التحدث، أسلوب العصف الذهني أيضا وسيلة فعالة لتوليد الأفكار، وده بيشجع الأطفال لبناء أفكار بعضهم البعض وتحويل أفكار الأطفال إلى حالة جديدة، أي التفكير في فكرة بعض الزملاء، بتؤدي إلى إعادة بناء أفكار الطفل بأسلوب جديد. مهم جدا إن احنا نهتم بأسلوب العصف الذهني وتحويل أفكار الطفل إلى حالة جديدة، شكل جديد من الأفكار عندما يفكر الطفل، خاصة تحويل الفكرة إلى نموذج. ده بيساعد الطفل، خاصة الطفل ذوي الإعاقة السمعية، بيساعده كتير جدا في هذا، استخدام الأسئلة أو استخدام القصة، استخدام العصف الذهني، أسلوب الاكتشاف أيضا من الأساليب المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية. منها نهتم بأسلوب الاكتشاف exploration، ولما كان الإبداع هو عبارة عن إعادة ترتيب ما نعرفه لكي يتعرف على ما لا نعرفه، يبقى مهم جدا ان احنا نشوف ونرتب اللي احنا عارفينه عشان نكتشف ما لا نعرفه. وايضا كثير من الاطفال بيخفقوا في عمليات الابداع في الاول، لكن اول ما بينطلقوا بيؤدي الى ابداعات، والابداع يؤدي الى ابداع، فيحدث التفكير التشعيبي الذي يولد اجابات متعددة وغير مقيدة بجواب واحد. نعطي للطفل الوقت الكافي للتفكير، ونشجع التجريب، لأن التجريب يؤدي إلى تنمية الإبداع. أيضا من بعض هذه الأساليب والطرق التي تنمي الإبداع أن احنا نؤكد على أن لابد من التنوع في أساليب التي ننمي بها الإبداع. تكرار واستخدام طريقة وأسلوب واحد يقتل الإبداع. الأطفال مختلفين، لذلك الإبداع هو للجميع، كل الأطفال مبدعين ولكن يختلفوا في مجال الإبداع، فعلينا أن نكتشف جانب الإبداع عند كل طفل حتى ننميه إلى أقصى حد ممكن بتسمح به قدراته. نكتشف التميز، كل طفل متميز ولكن يتميز في جانب مختلف عن الجانب التلميذ الطفل الآخر، حتى للأطفال المتماثلين في سماتهم الوراثية. مهم جدا ان احنا نشجع التميز، الجميع الأطفال متميزين، علينا ان نكتشف جانب التميز وننميه الى اقصى حد ممكن. لذلك علينا الاهتمام بالأنشطة الحرة من خلال مراكز الاهتمام، حتى نسري من طاقات الإبداع عند الأطفال. لذلك هناك في طرق وأساليب لتنفيذ البرامج باستخدام الحاسوب، وهذا من الاتجاهات الحديثة التي تنتشر
هذه الأيام بأن احنا بنستخدم برامج تراعي الفروق الفردية ما بين الأطفال وتشجعهم على التجريب والتحرر من الخوف. برامج الحاسوب بتستخدم اختبارات التسكين، يعني تسكن الطفل في المكان المناسب في البرنامج، بتضمن على اختبارات تشخيصية تشخص الصعوبات التي يواجهها الطفل وتقدم له البرامج العلاجية المناسبة، وبترسم بروفيل لشخصية الطفل، بتحدد في ضوءها أهداف البرنامج اللي بيمشي فيه الطفل، وتوفر لهذا الحاسوب العروض والحوار والإثارة والجاذبية من خلال الصوت والصورة والحركة. نهتم بالتعزيز، أساليب التعزيز المناسبة للأطفال. برامج الحاسوب بتوفر نمط المحاكاة وتمثيل المواقف التعليمية التفاعلية، وأيضا استخدام الحاسوب في تقديم العروض، يطبعها دائما أسئلة للتعرف على حدوث التعلم. يوجد بها أيضا الألعاب التعليمية اللي احنا بنسميها Instruction Games، وهي أكثر البرامج التفاعلية تشويقا، وقد يكون فيها 3D و7D وكل هذه الدايمنشن الموجودة في الأساليب التعليمية التي نستخدمها. أيضا بتساهم برامج الحاسوب وتعتبر بيئة مواتية لتنمية التفكير، فكل طفل لديه قدراته، علينا أن نجعل الطفل يفكر بسرعته الخاصة ويكتسب مهارات التفكير وفقا لبيئة مرنة بينتقي منها بحرية ما يحتاج، وننمي التفكير. الروضة المصرية تحتاج إلى الكثير، خاصة في إدارة بيئة التعلم ومراعاة الفروق الفردية ما بين الأطفال. علينا أن نشجع جميع الأطفال ونتيح لكل طفل جهاز كمبيوتر، أو يوجد في كل قاعة على الأقل جهاز أو جهازين للأطفال، حتى نتيح للطفل تحسين جودة التعليم برياض الأطفال في بلدنا. وعلينا أن احنا نهتم بكل هذه الأبعاد. ده اللي تم عرضه اليوم في المحاضرة. حد هذه المحاضرة ابتدينا نهتم بأهداف منهج الأنشطة، وقسمنا وقلنا اتكلمنا على مصادر اشتقاق الأهداف، أهداف مجتمع واحتياجاته وطبيعة الطفل وقدراته واستعداداته. ابتدينا نتكلم على مواصفات الأهداف السلوكية والمعايير اللي المفروض نراعيها في أهداف منهج النشاط للأطفال ذوي الإعاقة السمعية. ثم بدأنا نتكلم على صياغة الأهداف السلوكية، وصنفنا الأهداف التربوية لأهداف معرفية وأهداف مهارية اللي احنا بنقول عليها نفس حركية، وأهداف وجدانية. ثم بعد ذلك بدأنا في استخدام طرق التعلم، طرق تناسب تحقيق الأهداف المعرفية، وطرق تناسب الأهداف الوجدانية، ثم أهداف طرق لتحقيق الأهداف النفس حركية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية. ثم تناولنا طرق وأساليب تنفيذ برامج تنمية التفكير عند الأطفال، ومنها تسريع التفكير وتنمية الإبداع عند الطفل، واستخدام أجهزة الحاسوب في تنمية ومتابعة نمو الطفل. ده ما تم تناوله اليوم في محاضرة اليوم. شكرا لكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.